كان كل ما يروح المجلس، كان مجلسه في الفسطاط، يعدي على السيدة نفيسة، وهو راجع يعدي على السيدة نفيسة وتدارسه العلوم ويروي عنها الحديث من وراء حجاب. وكان سيدنا الإمام الشافعي دائما كل ما يصيبه مرض لا سمح الله يبعت حد من تلامذته لمولاتنا سيدتنا نفيسة، يقول له روح يا ابن ستنا السيدة نفيسة خليها تدعي لي. فكان عنده، احنا طبعا الشوافع في مصر، انا حنفي طبعا، بس الشوافع عارفين ان رواة المذهب الشافعي في مصر أربعة، اللي هم الربيع الجيزي والربيع المرادي والإمام البويطي والإمام المزني، وخامسهم الإمام القاضي. فكان يبعت لها الربيع الجيزي أو الربيع المرادي، يقول له يا ابن روح. فكان كل ما يروح الربيع ده أو الربيع ده، أول ما يوصل عند ستنا السيدة نفيسة الشافعي يحس على طول فيبرأ، حينما يبرأ يشعر أن السيدة نفيسة قد دعت له. ففي المرض الذي انتقل فيه مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه، بعت الربيع المرادي قال له روح يا ربيع. فراح ربيع ورجع ربيع ولسه مولانا يشتكي وجعه، قال له يا ابني انت ما روحتش؟ قال له رحت يا مولانا، وقالت لي نفيسة العلوم متعك الله بالنظر إلى وجهك الكريم. فقال إذن هو الأجل، إذن أتهيأ الآن للقاء الله. ولم تمضي سوى أيام حتى انتقل هو الآخر، وكان قد أوصاها أن تصلي عليه صلاة الجنازة. وبالفعل الإمام البويطي هو اللي صلى إمام في صلاة الجنازة على مولانا الإمام الشافعي، فين؟ أمام دار نفيسة العلوم، وصلت عليه السيدة نفيسة الجنازة تنفيذا لوصية الإمام بعد انتقال مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه. حتى بعض التلاميذ كانوا يعني يقولوا له يا مولانا أنت مولانا بتروح تتعلم كل يوم وتبقى تلميذ كده هو، وتجلس جلسة القرفصاء بين يدي نفيسة العلوم وانت مولانا؟ قال له يا ابن العلم اللي عندنا ده علم سطور، إنما العلم اللي عندي ستنا السيدة نفيسة علم صدور، إنه علم حديث عهد بربه، هو ده العلم. لدرجة إن مولانا الشافعي اتهم بالرفض من شدة تعلقه بالسيدة نفيسة عليها السلام، فأنشأ ينشد يقول إن كان رفضا حب آل محمدي فليشهد الثقلان أني رافضي، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. المعتمد في المذهب الشافعي أن الذي يترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير صلاة بطلة، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم، يعني على آل البيت، لا صلاة له. فبعد انتقال مولانا الإمام الشافعي السيدة نفيسة قالت إني أتجهز للقاء الله. مولانا الشافعي انتقل 204، ستنا السيدة نفيسة حفرت قبرها بيدها الله، وختمت فيه القرآن 190 ختمة. حينما تسمع هذا يبقى القرآن وأبو الأوراد، تنشغل بالأذكار عن القرآن؟ لا، القرآن يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره، وما الأوراد التي نشتغل بها إلا ممهدة لاستقبال وتلقي أنوار الذكر الحكيم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يبقى ستنا السيدة نفيسة كانت خلوتها في قبرها الله، وقعدت في قبرها تختم القرآن وتذكر، وبعدين تدخل القبر، وحينما تأتي عند قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت تبكي. فالسيدة زينب بنت يحيى المتوج بتقول لها يا عمتي، قالت لها يا عمة تفعلين هذا وتبكين كل هذا البكاء وقد أنزل الله فيكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت لها وماذا أفعل وأمامنا عقبات لا يجتازها إلا الفائزون المخفون، أما سمعت قول الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تقول السيدة زينب بنت يحيى المتوج وفي الختمة الأخيرة قبل فراقها لهذه الدنيا، حينما وصلت إلى قول الله في سورة الأنعام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، فاضت روحها إلى بارئها. وحينما أتوا إليها بالطبيب قبلها كانت في رمضان، ستنا السيدة نفيسة ولدت في 11 ربيع أول سنة 145 في مكة، ذهب بها أبوها سنة 150 إلى المدينة، وبعدين حجت 30 حجة معظمها ماشية. السيدة نفيسة كانت آية في الشريعة والحقيقة، كانت آية في الفكر والذكر، كانت آية في السلوك والخلق عليها السلام.
وأتت إلى مصر كما قلنا سنة 193 وانتقلت سنة 208، وحينما اشتد بها الوجع كانت في رمضان، انتقلت في رمضان وأتت مصر في شهر رمضان. لما جابوا لها الطبيب قالت لهم طيب، الطبيب نصح قال لها افطر يا ستنا احنا في رمضان بس يعني، فمن كان منكم مريضا. قالت له بقى انا مستنيه اللحظه دي بقى من اول ما اتولدت ان القى الله وانا صائمه، وجاي النهارده تقول لي افطري. وبعدين قالت ايه القصيده المشهوره اللي هو اول بيت فيها، خلوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي، لانه كل انسان انتسب نسبا او سببا بصدق الى سيدنا محمد الذي يهنئه بالموت هو سيدنا محمد، الذي يلقاه عند الموت هو سيدنا محمد. فربنا ما يحرمنا من حضرة النبي ويجعلنا في معية حضرة النبي. يا رب يا رب يا رب اجعل هذا الجمع الآن مشهودا لسيدنا محمد، محضورا من سيدنا محمد. يا رب حقق هذا الجمع بجمع حقيقي عاجل غير آجل، يقظة ومناما في روضة سيدنا محمد. يا رب اجعل هذه الليلة هدية متواضعة منا لستنا السيدة نفيسة. يا رب فرح بنا نفيسة العلوم، وفرحنا بنفيسة العلوم، واجعلنا معها في الغيب والشهادة يا حي يا قيوم.